عبد غير الضال صمدي. على وقع الخلافات الداخلية المتصاعدة، يستمر الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة. تتعمق أزمة الثقة بين مكوناته من سياسيين وعسكريين ومجتمع. لا ثقة لمعظم أهالي الأسرى بما يفعلها الكابينت لإعادة أبنائهم. نتنياهو يواجه مطالب وقف الحرب وأبرام صفقة تبادل أسرى بالقول إن لديه تفويضا من أهالي الجنود القتلى بمتابعة القتال. وفي السياق الغزاوي، تستمر المقاومة بإلحاق الخسائر بجنود الاحتلال من خلال عملياتها المتواصلة والمؤثرة ميدانيا، رغم هول المشهد الكارثي الذي صنعه الاحتلال من خلال اعتداءاته على كل ما هو مدني في القطاع المحاصر. البطريركية اللاتينية في القدس أعلنت أن جنديا إسرائيليا قتل امرأة وابنتها أمس داخل رعية العائلة المقدسة في غزة، مشهد لا يتوانى الاحتلال عن تكراره يوميا بطرق مختلفة. نواصل معكم هذه التغطية مشاهدينا الكرام، وقبل الترحيب بضيوفنا سيكون معنا بطبيعة الحال السيدة نيفين أبو رحمون الخبيرة بالشؤون السياسية من الجليل، ودكتور عماد الحطب الكاتب والخبير بالشؤون السياسية من عمان. مرحبا بكما، لكن اسمحا لي أن أسهل هذه الساعة مع مراسلنا أكرم دلول من غزة يطلعنا على آخر المستجدات والمعطيات الميدانية. إليك أكرم. يعني بالتأكيد محمد، في اليوم 72 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دعنا نبدأ هذه المرة من الميدان. وحقيقة يعني ردات فعل المقاومة الفلسطينية التي انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم على أكثر من محور. دعنا نبدأ من خان يونس، حيث الاشتباكات يعني ما زالت وجها لوجه بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تسعى منذ عدة أيام للتقدم باتجاه وسط مدينة خان يونس دون جدوى أمام ضربات المقاومة. في آخر المعلومات أن كتائب القسام قبل قليل قصفت القوات الإسرائيلية المتمركزة شرق مدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل، وكذلك استخدمت من جديد منظومة رجوم الصاروخية قصيرة المدى باتجاه التحشيدات العسكرية الإسرائيلية في محيط ما يسمى بغلاف غزة. ومن بين هذه المناطق مستوطنة نيرعوف أو نيرعام عفوا، الواقعة على تخوم قطاع غزة. سبق ذلك الإعلان عن تدمير عدد جديد من الآليات العسكرية، وكذلك الاشتباك مع جنود الاحتلال في أكثر من منطقة من خان يونس، سواء شرقا أو شمالا أو حتى غرب شارع صلاح الدين في منطقة حي الكتيبة وحي الشيخ ناصر، حيث تتمركز الدبابات الإسرائيلية. ووفق أيضا ما ورد إلينا من أنباء أن هناك طائرة مروحية إسرائيلية على مدار الساعة تحط رحالها في المناطق الواقعة بين منطقة القرارة ودير البلح في جنوب ووسط قطاع غزة. هذه الطائرة تقوم على الدوام بإجلاء جرحى ومصابين وربما قتلى. هذا بالمناسبة ما أكده لنا قبل قليل شهود عيان، ونحن طبعا نستمع لأصوات الطائرات المروحية بين الحين والآخر وهي لا تبعد كثيرا عن هذا المكان الذي نتواجد فيه. وهذا إنما يدل على أن المقاومة ما زالت توجه وتسدد مزيد من الضربات ضد القوات الإسرائيلية الغازية في مدينة خان يونس، كما هو الحال في حي الشجاعية وأطراف حي الزيتون الشرقية، هاتان المنطقتان اللتان شهدتا اشتباكات حامية الوطيس منذ ساعات صباح هذا اليوم. في حي الشجاعية يدور الحديث عن قتال من شارع إلى شارع بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وعن مزيد من الخسائر تلحقها المقاومة بقوات الاحتلال. الاحتلال المعلومة أنه يعلن ويعترف عن بعض خسائره، لكن حقيقة ما تعلنه المقاومة هو أكبر من ذلك بكثير. وعلى ما يبدو أن إسرائيل ككل حرب على غزة تسعى يعني على الأقل للحفاظ على ما تبقى من وجهها أمام جبهتها الداخلية من خلال عدم الإعلان عن كل الخسائر التي تتلقاها في أرض الميدان. كذلك في منطقة الكرامة وحي الشيخ رضوان هناك مواجهات ضارية مع المقاومة الفلسطينية. أضف إلى ذلك أن صافرات الإنذار بلا توقف منذ ساعات صباح هذا اليوم
في ظل إعلان كل من كتائب القسام وسرايا القدس عن قصف كل التحشيدات العسكرية الإسرائيلية تقريبا الواقعة على تخوم قطاع غزة فيما يسمى بمنطقة الغلاف بدءا من بيت حانون شمالا ووصولا إلى مدينة رفح جنوبا. في مقابل ذلك وككل يوم تواصل إسرائيل غاراتها وعدوانها على المدنيين العزل. نتحدث عن عشرات الشهداء ارتقوا بفعل سلسلة كبيرة من الغارات وكذلك القصف المدفعي العشوائي. دعنا نبدأ من خان يونس التي وصل إليها بحسب مصادرنا في مستشفى ناصر ما لا يقل عن 17 شهيد خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة سلسلة غارات استهدفت بنايات سكنية مأهولة بالسكان بجانب القصف المدفعي العشوائي الذي حقيقة بدأ يطال مناطق في الغرب والوسط إلى أن وصل ساعات صباح هذا اليوم إلى عمق مستشفى ناصر وهو واقع يعني في غرب المنطقة الوسطى من مدينة خان يونس إنجاز التعبير. هناك مئات يعني أو آلاف النازحين سقطت بجانبهم إحدى القذائف المدفعية لكن عناية الله يعني حالت دون وقوع كارثة كبيرة بعدما لم تنفجر هذه القذيفة لكنها في نهاية المطاف أدت إلى إصابتين بين صفوف النازحين. وهذا يقودنا أيضا للحديث عما يجري في وسط قطاع غزة. مدرسة المزرعة الواقعة جنوب شرق مدينة دير البلح تتعرض إلى وابل من هذه القذائف المدفعية وكذلك الأطراف الشرقية من مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع القصف المدفعي فيهما يكاد لا يتوقف لا ليلا ولا نهارا. اليوم وصل 15 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد 14 منهم على الأقل وهم عدة عائلات كانت تنزح داخل بناية عائلة مسلم إلى الغرب من مدينة دير البلح. هؤلاء يعني جميعا قضوا في هذه الغارة الإسرائيلية فيما يدور الحديث عن عدد آخر من المفقودين. وقبل قليل وصل شهيد جديد في مخيم النصيرات وسط القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر في مدينة غزة. حدث ولا حرج، الاتصالات والإنترنت ما زالت مقطوعة عن كل محافظات القطاع وبالتالي إسرائيل تسعى عادة في مثل هكذا أوقات إلى التغطية على مجازرها التي تصعدها بحق المدنيين. يدور الحديث عن قصف مدفعي عشوائي على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح والدرج وكذلك الصحابة والصبرة. كل هذه الأحياء فيها مئات آلاف الفلسطينيين يبدو أن إسرائيل تعاقبهم من خلال قصفها المدفعي العشوائي والذي أدى إلى إصابات بين المواطنين في منطقة الشمعة تحديدا في حي الزيتون القريبة من البلدة القديمة في مدينة غزة. هذه المنطقة تتعرض إلى قصف غير مسبوق على ما علمنا وهناك أيضا عدم تمكن لسيارات الإسعاف من الوصول لهذه المنطقة نتيجة شدة القصف الإسرائيلي. في الشمال الوضع كذلك لا يختلف، المزرعة الكبرى كانت في بلدة جباليا وراح ضحيتها ما لا يقل عن 24 شهيدا نتيجة قصف بنايتي عائلتي شهاب وخلة. وبالتالي على هذه الشاكلة تمضي الأوضاع هنا في قطاع غزة في غمرة وضع إنساني وصحي قاسيين حقيقة نتيجة الحصار وكذلك حرب التجويع وعدم إدخال أي من مقومات العلاج لمعالجة مصابي الحرب الذين زاد عددهم حتى اليوم عن 52,000 جريح. شكرا لك أكرم دلول حتى الساعة. أرحب بك من جديد الخبيرة بشؤون السياسية نيفين أبو رحمون من الجليل. يعني لعل اليوم بعد 72 يوما على طوفان الأقصى هي إسرائيل تتخبط بمجمل الواقع الميداني سواء في شمال القطاع حيث لا تزال قطاعات المقاومة يعني تدافع عن غزة ميدانيا ومن نقاط التحام من نقطة صفر ترسل صواريخ قبل يومين بالتزامن مع وجود مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن في القدس إلى محيط القدس. تلك الصواريخ الصليات وصلت على أكثر من محور في جنوب في وسط وغرب القطاع، أيضا تلتحم مفصل مقاومة سيما حماس منها مع ألوية النخبة الإسرائيلية. هذا الواقع الميداني لعله يحرج إسرائيل اليوم انطلاقا من العناوين التي طرحتها في بداية هذه المعركة وبالتالي يضع حكومة الكابينت أمام مأزق. بعد 72 يوما ما الذي يواجه إسرائيل على المستويين العسكري والسياسي؟ نعم، نتحدث اليوم بعد أكثر من 70 يوم على هذا العدوان على الإبادة الجماعية. الاحتلال الإسرائيلي مستمر بشكل كبير ولكن ما زال يبحث عن صورة نصر له. الآن ممكن أن نتحدث عن مسارين على المستوى الإسرائيلي. أولا بفعل طوفان الأقصى
برز في المجتمع الإسرائيلي كمجتمع وكأنه له هوية واحدة تمأسست على مفهوم العسكرة أمام الفلسطيني، وهذا بطبيعة الحال ينعكس حاليا في صيرورة الفعل السياسي العام وفي القرارات السياسية والعسكرية، وأيضا ينعكس في الميدان على مستوى العدوان. باعتقادي سيكون أكثر قوة ما بعد العدوان نتيجة عقيدة أساسية لمجتمع بنى نفسه على هوية جماعية تكافلية ارتبطت بالأساس على مفهوم العسكرة، على الخدمة الدائمة في الجيش. لذلك يعني نرى عناوين عريضة وكبيرة في كافة الصحف والقنوات الإسرائيلية على أهمية الفعل العسكري والهوية الجماعية التي تجمع يعني كل الجمهور الإسرائيلي. ولكن من جهة أخرى لسؤالك، فعليا إسرائيل الآن متورطة في الجانبين، أولا بفعل الميدان والخسائر التي تتكبدها إسرائيل أمام المقاومة، ثانيا بفعل احتجاجات أهالي الأسرى والضغط لاستعادتهم أحياء. يعني نحن نرى الآن مقترحات إسرائيلية متتالية في اليوم الأخير وفي محاولة إلى أنها تفرض على المقاومة مقترحات مقابل إطلاق سراح بعض كبار الأسرى الفلسطينيين الكبار. من جهة أخرى نتنياهو ما زال يصرح بشكل واضح بما معناه أنه غير مهتم فعليا باستعادة الأسرى أحياء، وهنالك إصرار على استمرار الحرب. هذا يعيدنا إلى نقطة البداية، أنه نتنياهو بشكل شخصي ما زال يقامر في مستقبل أسراهم، ما زال يبحث عن صورة نصر في ظل الخسائر الكبيرة، إضافة إلى حاجة استمرار الحرب، لأنه يعني هذا ينبع من حاجته إلى استمرار حكمه السياسي التي أصبحت منزوعة الشرعية بفعل تراجع شعبيته داخل حزبه، تراجع شعبيته أيضا أمام الجمهور الإسرائيلي، وبالتالي تراجع ثقة الجمهور به. وفعليا هنالك خلاف حقيقي يتمثل بعد أكثر من 70 يوم على ماذا تحارب إسرائيل أصلا، يعني بعد معركة طوفان الأقصى. وهذا ينعكس تحديدا بما يقوله المحللون السياسيون الإسرائيليون، خصوصا بن درور مثلا، عندما قال إنه اتباع استراتيجية المطرقة بفعل القوة المفرطة للأهل في غزة تثبت فشلها بعد زيادة أيضا الضغط الدولي على إسرائيل، بمعنى إنه هي تزيد من قوتها ولكن الضغط الدولي يزداد، ومن جهة أخرى هنالك تهديد من قبل الحوثيين ومن قبل حزب الله في الشمال. حتى وصلت به الحال أيضا إنه يقترح صفقة على حماس الإخلاء مقابل الإعمار، بمعنى هي مرتبكة بفعل استمرار المقاومة، مرتبكة بفعل الكمائن التي تحيكها المقاومة للجيش الإسرائيلي. أضف إلى ذلك أيضا أنه في اليوم الأخير اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل أسرى إسرائيليين آخرين بما يسمى بنيران صديقة، ألزم إسرائيل إلى العودة في الحديث على التفاوض بفعل احتجاجات أهالي الأسرى التي ازدادت بشكل فعلي بعد فشل المحاولة العسكرية الأولى التي هي الأخرى أيضا نتج عنها مقتل الأسير. يعني من جهة هي تحاول أن تطلق تصريحات نارية بقوتها العسكرية، ولكن في الميدان هنالك خسائر، ومن حينه يعني من بعد فشل المحاولة الأولى العسكرية اشترط أهالي الأسرى بأن يتم استعادة أبنائهم أحياء، وهذا تحدي كبير للجيش الإسرائيلي. لذلك هي تعود يعني بشكل إجباري أو مجبرة بفعل التفاوض لأنها فشلت باستعادة أسراها عسكريا، بل أكثر من ذلك هي لم تستعيدهم وهي تقتلهم أيضا. يعني وبالتالي نحن نرى أنه رسالة رئيس الأركان الإسرائيلي عن تحمل مسؤوليته عن مقتل أسرى إسرائيليين هو تصريح هام، وهو يعني جديد ويؤسس إلى مرحلة مختلفة في هذا العدوان، أولا بفعل احتجاجات الأسرى كما تحدثنا، وثانيا بفعل الميدان والخسائر التي تتكبدها إسرائيل بشكل فعلي على المستوى اليومي داخل غزة. لذلك يعني حتى يعني تفاصيل مقتل الأسرى الإسرائيليين يسلط الضوء فعليا على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيين بشكل يومي في غزة نتيجة هذا العدوان أيضا. طيب دكتور عماد، يعني كما يرد في الواشنطن بوست فإن دعم بايدن لإسرائيل يأتي على حساب السياسة الخارجية الأمريكية، يشعر شركاء أمريكا وحلفائها بإحباط متزايد لأنها لا تستخدم
أو لا تستخدم ما يكفي من النفوذ لحماية حياة الفلسطينيين، وبالتالي ليس فقط المستوى السياسي الإسرائيلي بات على المحك وبات محرجا انطلاقا من واقع العملية السياسية والصورة لدى المجتمع الدولي عن هذه العملية وعن السلوك والقيم التي تنتهجها إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة، إنما أيضا دخلت هذه الجولة حتى داخل أروقة الإدارة الأمريكية ضمنا وتؤثر بشكل أو آخر على المزاج الانتخابي الرئاسي في عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية ما بين ولايات ديمقراطية وأخرى جمهورية وأخرى متأرجحة. كيف تقرأ المشهد بإطار أوسع من نطاق الكابينت إلى ما يعدوه إلى يعني إدارة بايدن والجانب الأمريكي بشكل عام؟ مساء الخير لك ولضيفتك من فلسطين. المشهد يعني نستطيع العودة فيه إلى بداية العدوان. منذ بداية العدوان مجموعة الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل اتخذت موقفا واضحا بدعم العدوان على غزة وبدعم الأعمال الإجرامية التي ترتكبها الجيش الصهيوني في غزة، وجاء رؤساء وزراء ووزراء خارجية وزاروا تل أبيب والقدس تعبيرا عن دعمهم، ولا أعتقد أن القتل اليوم يختلف عن القتل في ذلك الوقت. هناك حدثان مهمان أثرا على توجه الدول الغربية. الشارع في العالم اليوم أصبح مدركا تماما وواعيا نتيجة ما ينقل من عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام إلى حجم الجريمة التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة، وبدأ هذا الشارع يتفاعل وبشكل واضح وكبير، وقد تكون واحدة من أكبر الحملات المؤيدة لقضية سياسية معينة في الشوارع الأوروبية والأمريكية منذ قضية حربنا. بالتالي أصبح الجميع محرجون وهم بحاجة للتراجع، وبدأوا يتخذون خطوات في التراجع. يعني شاهدنا إسبانيا، بلجيكا، حتى فرنسا اتخذت بعض الخطوات نحو الخلف، إذا استثنينا المملكة المتحدة، بريطانيا، وجميع الدول الأوروبية بدأت تتراجع. لكن المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة غير قادرة على التراجع في هذا الوقت لنفس السبب، غير قادرة على البقاء على موقفها وغير قادرة على التراجع، لأن التقدم باتجاه المزيد من الدعم لإسرائيل قد يكسبها بعض الأسواق اليهودية في الولايات الديمقراطية وخاصة بدعم من الآيباك. لكن أيضا في نفس الوقت الشباب الأمريكي أصبح محتجا بحدة وغير قابل بسياسات ديمقراطيين، فهذا التقدم نحو مزيد من الدعم سيجعلها تخسر أصوات الشباب الذين أصبحوا بشكل كبير غير راضين عن السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. في الوقت نفسه التراجع عن دعم إسرائيل قد يعني يؤثر عليهم فيما يتعلق بدعم اليهود الداعمين تاريخيا للحزب الديمقراطي وكبار السن، لأن هناك أزمة. لأنه يعني المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة ليس فقط على هذا النطاق الذي تتفضل به، إنما أيضا على صورتها في المؤسسات الأممية والدولية، على صورتها في المجتمع الدولي وعلاقاتها في المنطقة وفي أكثر من نطاق دولي. يعني الولايات المتحدة من ناحية لا تريد التورط في أي صراع عسكري، إنما أيضا إنما فقط تريد أن يكون حضورها ردعيا، ومن ناحية أخرى لا تريد أن تزيد إلى سلة ارتكاباتها السلبية في صورتها بعد أفغانستان والعراق وغيرها، صورة إضافية في الشرق الأوسط عن طريق هذه المحنة التي دخلت فيها بعد طوفان الأقصى. بالتأكيد يعني هذا ما كنت أنوي أن أنتقد إليه، هو بعد الأزمة الداخلية التي يعاني منها الإدارة الأمريكية داخليا داخل الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الشعبي وعلى مستوى الإدارة الأمريكية التي كما حضرتك قلت هناك بعض الاحتجاجات، هناك أيضا أزمة أخلاقية كبرى تعاني منها الغرب جميع بكل أطرافه بشكل خاص الولايات المتحدة. العالم يكاد يوميا يوجه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة بنفس القدر الذي يوجهه فيها إلى العدو الصهيوني. الدول التي موجودة في الحلف الأمريكي في المنطقة أيضا هي في موقف محرج ولم تعد قادرة على الحفاظ على سوية
نفس السوية من العلاقات، ومضطرة أن توجه انتقادات كبيرة إلى الولايات المتحدة وإلى الغرب بشكل أو بآخر بسبب موقفه مما يحدث في غزة. المؤسسة الدولية وكما جاء في اليوم بمنظمة الصحة العالمية قالوا بكل وضوح وبكل صراحة أن هناك جهات دولية ودول هي المسؤولة عن عدم وصول المساعدات إلى أهل غزة. وقال رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي أو منظمة الصحة العالمية بأنه يحق لأهل غزة أن يكونوا غاضبين من المجتمع الدولي، لأن هناك دول لا تستخدم نفوذها أو لا تساعد على وصول المساعدات إلى السكان في غزة. إذن الموقف الغربي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص محرج داخليا، ويؤثر على الانتخابات في موسم الانتخابات، محرج دوليا أمام المنظمات الدولية، وبالتالي هو مضطر للبحث عن وسائل للتراجع أو للتخفيف الدعم. فسمعنا مثلا حديث أو تصريحات نسبت إلى بايدن عن تغيير حكومي في إسرائيل لأول مرة في التاريخ، تصل بين أن تقول الولايات المتحدة صراحة بأن على حكومة أو على دولة الصهاينة أن تغير حكومتها. لم يسبق هذا التدخل سابقا أبدا مهما وصلت بين الدولتين من خلافات. هناك التغيير في الموقف الأوروبي إلى حد ما. إذن مجمل الصورة تدين هذا الغرب ابتداء من إسرائيل مرورا بالولايات المتحدة وكل الدول الغربية على كل الصعد، هذا عامل مهم في المرحلة القادمة، خصوصا أن الواضح تماما أن إسرائيل فشلت عسكريا، فشلت سياسيا، تفشل إعلاميا، فبالتالي هذه ستكون عوامل مهمة في الضغط على إسرائيل للذهاب نحو وقف لإطلاق النار، كما أعلن أكثر مسؤول أوروبي عن ضرورة وجود وقف إطلاق نار دائم والبدء بتسوية. وكل ما عدا ذلك أصبح يعني الحديث عن تبادل الأسرى، الحديث عن تهجير أو تهجير مقاتلي حماس، هذا يعني الاستهلاك الإعلامي، لكن الطريقة الوحيدة المتبقية أمام الجميع هي وقف إطلاق نار فوري ودائم. قبل أن نستكمل الحديث معكم أستاذ نيفين ودكتور عماد، حال ومستجدات وأحوال الساحة في الجنوب اللبناني على الحدود مع فلسطين المحتلة يطلعنا عليها زميل محمد درويش مراسلنا هناك. إليك محمد. نعم محمد، نبدأ من البيان الرابع للمقاومة الإسلامية التي أعلنت فيه، عفوا البيان الخامس للمقاومة الإسلامية التي أعلنت فيه استهداف موقع جل العلام الموجود مقابل منطقة اللبوني في القطاع الغربي، حيث أعلنت المقاومة أنها استهدفت الموقع بالأسلحة المناسبة وحققت أهدافها في هذا الاستهداف. هذا استهداف لموقع جل العلام يضاف إليه في القطاع الغربي استهداف آخر تعرض له موقع بركة ريشة، هي دشمة تحصن فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مقابل بلدة البستان اللبنانية، إضافة إلى أيضا استهداف ثالث في القطاع الغربي، وهو يعني المقاومة استهدفت مجموعة من الجيش تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وأكدت أنها حققت إصابات مؤكدة فيه. الاستهدافات الأخرى كانت في القطاع الأوسط، حيث أعلنت المقاومة أنها استهدفت 4 جنود حاولوا الدخول إلى أحد نقاط التمركز في مستوطنة سعسع في القطاع في الجليل الأوسط في مقابل بلدة رميش اللبنانية. طبعا هذه مستوطنة سعسع ليست على الحدود مباشرة، بل هي في المنطقة الخلفية، وتبعد المستوطنة حوالي 4 كيلومترات عن الحدود اللبنانية. وكذلك في الاستهداف الخامس كان استهداف حرش بالقرب أيضا من مدينة أو مستوطنة إلى الغرب من
إلى الغرب من مستوطنة صعصع، حيث استهدفت تجمعا لجيش الاحتلال في تلك المنطقة. هذه بالنسبة لاستهدافات المقاومة الإسلامية. أما بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية الحدودية في كافة القطاعات، كان أبرزها الغارة الإسرائيلية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائراته على منطقة جبل الباط الموجود خلفي، وهذا الجبل الذي يفصل بين بلدتي عيترون ومارون الراس، إضافة إلى استهدافات كانت يعني قامت بها طائرات مسيرة إسرائيلية، وأبرزها استهداف منزل في بلدة ميس الجبل لكن دون وقوع أي إصابات، إضافة إلى استهدافات للمسيرات شملت أيضا مناطق في القطاع الأوسط، وكذلك استهداف مدفعي تركز بشكل أساسي في القرى الحدودية في القطاع الشرقي. شكرا لك محمد درويش مراسلنا من جنوب لبنان. بالعودة إليك أستاذة نيفين، يعني بحسب نيويورك تايمز يزور وزير الدفاع الأمريكي إسرائيل ودولتين في منطقة الخليج هذا الأسبوع للدفع القادة في إسرائيل إلى تقليص الحرب وبالتالي إنهاء حملتها البرية والجوية واسعة النطاق في قطاع غزة في غضون أسابيع للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزا في الحرب ضد حماس بحسب نيويورك تايمز. هذه الاستعدادات المقبلة للمرحلة التالية انطلاقا من واقع الميدان وما فرضه المستوى العسكري من نتائج جراء التكاتف وتعاضد كل مكونات وقيادات الوحدات العسكرية والكتائب لفصائل المقاومة سيما منها حماس والحفاظ على نطاق السيطرة والتحكم ما بين جميع الغرف والمكونات في غرفة عمليات المقاومة. هذه المعطيات لعله تفرض على الجانب الأمريكي أن يفرض بدوره على الإسرائيلي مرحلة جديدة بمعطيات مختلفة. ما هي ملامح هذه المرحلة وما الذي ستخسر إسرائيل مع فرض الولايات المتحدة هذا الأمر عليها؟ نعم، يعني بداية الموقف الأمريكي يتحدث عن مرحلة مختلفة فيما يتعلق في تخفيف العدوان هكذا تسميه. الآن يعني ما زال الجانب الأمريكي منشغلا في سؤال المشروع السياسي إلى ما بعد العدوان. يعني في البداية تحدثت عن التعاون مع السلطة الفلسطينية، الآن تتحدث عن عدم قدرة محمود عباس على تسلم غزة. فعليا هذا يتقاطع مع تصريحات نتنياهو حول نزع شرعية منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. المهم اليوم هو التصريحات يعني حول المفاوضات من جهة وما يحدث في الميدان من جهة أخرى، خصوصا أنه ما زالت وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح بما في ذلك استعدادات لساحات إضافية، وقد يكون ذلك من خلال توسيع المعركة إقليميا. واضح أنه يعني في تصريحات أمريكا أن هنالك نية في التحرك ضد اليمن، خصوصا أنه يعني قرار الحوثيين في اليمن فرض جبهة أخرى على الجانب الأمريكي والإسرائيلي. هناك حديث عن حملة أمريكية ستكون مطلع هذا الأسبوع ضد القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر يجري الإعداد لها. نعم بالضبط، يعني الحوثيون شكلوا في قرارهم مرحلة جديدة على المستوى الإقليمي بفعل الخسائر الاقتصادية لإسرائيل، خصوصا أن البحر الأحمر يشكل عامل هام جدا في استراتيجية الجغرافيا والاقتصاد على المستوى الإسرائيلي. هذا تحدي آخر أيضا أمام أمريكا على المستوى الإقليمي. واضح أنه اليوم بدأ التحرك من الجانب الأمريكي هو يعني من أجل تعزيز حصانة وحماية السفن، يعني كي تستمر بطريقها للجانب الإسرائيلي، بمعنى أنه هذا الموقف جاء من أجل يعني تحصيل حاصل بنهاية الأمر من أجل حصانة الجانب الإسرائيلي. ولكن الأهم باعتقادي أنه بفعل فشل تحقيق أي هدف عسكري تم وضعه على هذا العدوان منذ بداية المعركة هو ما يلزم أمريكا في توسيع هذه الدائرة وتشكيل حصانة فعلية أمام الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا أنه نتحدث اليوم أننا أمام مرحلة مختلفة. قضية الأسرى الإسرائيليين تؤثر على الشارع الإسرائيلي وكذلك على الموقف الرسمي الإسرائيلي، ما زالت تظاهرات مستمرة لأهالي الأسرى تحت شعار واحد استعادة الأسرى الآن أحياء، يعني اشتراطهم بعودة أبنائهم أحياء هو أيضا يلزم نتنياهو ومجلس الحرب في العمل بشكل مختلف. لذلك بدأنا نسمع أيضا تحول في الجانب الإسرائيلي من رافض للتفاوض إلى أن أصبح يتحدث
عن تصورات، عن مقترحات لتبادل الأسرى والهدنة. يعني بفعل الاحتجاجات المستمرة للأهالي يعني تعمق الشرخ لدى الجمهور الإسرائيلي أيضا. أصبحت هنالك أصوات واضحة يعني تطلب وقف العدوان والمطالبة في طرح مقترح لمسار سياسي كي يتمكنوا من استعادة أبنائهم. أصبح الجمهور الإسرائيلي بشكل فعلي منقسم تماما إلى أكثر من توجه. من جهة هنالك قسم يؤيد فعليا تدمير غزة والاستمرار في العمليات العسكرية وعدم التوقف بتاتا، وقسم آخر يريد استعادة قضية الأسرى الإسرائيليين إلى الواجهة ويضغط يعني بشأن توقف الحرب واستعادة الأسرى أحياء. لذلك كل المعطيات هي متغيرة بشكل كامل على المستوى اليومي، لأنه الميدان بنهاية الأمر هو من يعيد يعني هذه التصريحات وتباين التصريحات للقيادة العسكرية الإسرائيلية والسياسية أيضا إلى الواجهة. يعني مهم الإشارة أنه الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لا يملك أي مشروع سياسي واضح لما بعد العدوان. يعني حتى بكافة التصريحات الأمريكية والإسرائيلية، تحدثنا عن مخطط تهجير، تحدثنا عن ما بعد العدوان والتعاون مع السلطة الإسرائيلية، عن حل الدولتين، وهذا يجعله أكثر ضعفاً إضافة إلى الميدان. يعني فعلياً هي غير قادرة على حسم أي شيء. يعني خطة التهجير هي قائمة بشكل فعلي، ولكن هي لم تنجح أن تنال من صمود الأهل في غزة. يعني واضح أن إسرائيل ماضية في تدمير غزة، ما زالت لديها رغبة الانتقام، وهذه الرغبة هي من تسيطر على هذه المعركة وعلى سلوك إسرائيل وعلى سياساتها في الضغط على الأهالي. تحول بنك أهداف الميدان الإسرائيلي من بنية تحتية عسكرية لحماس وفصائل المقاومة إلى جولات عقابية للعزل الفلسطينيين المدنيين. نعم، فعليا إسرائيل تتعمد في تدمير البنية التحتية من أجل خلق واقع ديموغرافي مختلف، واقع جغرافي صعب للناس، يعني كي تنال من صمودهم أيضا تتعمد، حتى يعني لعل تصعب من المرحلة السياسية في إعادة الإعمار والقرار السياسي المرافق لها. نعم، تتعمد تدمير كل مقومات الحياة، هي تعمل أصلا على سلخ الحاضنة الشعبية للناس لهذه المقاومة، وبالتالي هي تريد أن تضرب يعني صمود الناس وثباتهم، إيمانهم في الصمود يعني تحديدا. ولكن مهم يعني بالعودة إلى السؤال، الجانب الأمريكي، إنه بايدن والجانب الأمريكي يصارع فعليا على مشروع السياسي في المنطقة. يعني نتحدث عن طوفان الأقصى التي ضربت هذه المعركة المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية والعسكرية، ولكن هي أيضا ضربت المشروع الأمريكي في المنطقة، وعلى رأسها كل قضية حل الدولتين التي أصبحت الآن هي نقطة خلاف مع نتنياهو في هذه المرحلة. إلى جانب طبعا يعني أصبحت أمريكا تهتم أكثر في تكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع. هذا القلق الأمريكي باعتقادي يظهر بفعل ضغط المجتمع الدولي، خصوصا بعد قرار الأمم المتحدة، يعني اللي هو قرار غير ملزم، ولكن هو يفضح تواطؤ الجانب الأمريكي، ويعني أصبح الكل يعلم أنه أمريكا شريكة حقيقية بهذا العدوان. هي تخطط، تنفذ، وتمد بالذخائر والأسلحة. نتحدث أيضا على الجانب الآخر، تحرك الجانب الأمريكي بتقاطع مع الجانب السعودي. يعني هي تدرك تماما أنه هي في منذ 7 أكتوبر تم أيضا ضرب كل مشروع التطبيع في المنطقة بفعل قرار القوات المسلحة اليمنية، اللي شكل كمان خطر استراتيجي على البحر الأحمر، على المكانة الاقتصادية، على الجغرافيا الاستراتيجية لإسرائيل. فيحاول الجانب الأمريكي استعادة نفوذه وقوته في المنطقة من خلال استعادة مشاريع التطبيع. لذلك هو لجأ إلى الجانب السعودي. أمريكا تدرك تماما، وإلى جانبها طبعا كل الأنظمة العربية المطبعة، إنه بفعل طوفان الأقصى كما تحدثنا تم ضرب هذا المشروع ومكانته في المنطقة، وما يمثل أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية. لذلك أمريكا تدرك يعني أهمية استئناف هذا العمل مجددا، وبالتالي استعادة دور كل من الجانب السعودي والأمريكي وكل الأنظمة المتعاونة معها على مستوى إقليمي، خصوصا إنه هي تدرك
إخفاق الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أي هدف كان، سواء إذا كان عسكري أو حتى على مستوى المشروع السياسي. يعني الإبادة مستمرة، ولكن يعني هي لم تحقق أي هدف، يعني سواء إذا تحدثنا عن الأهداف المركزية التي وضعتها منذ 7 أكتوبر، يعني حول القضاء على حماس، يعني تدمير الأنفاق أو حتى إضعاف المقاومة بشكل عام في غزة، حتى الآن هي لم تأتي بتحقيق أي هدف إلى جمهورها الإسرائيلي، وكذلك لم تعطي إجابة أيضا إلى الحاضنة الأمريكية يعني كل مع كل الحصانة التي تشكلها أمريكا للاحتلال الإسرائيلي، هي لم تستعيد أي من قوتها ولا من هيبة الجيش ولا من المنظومة التي تم ضربها بالكامل. يعني فعليا يعني هي مستمرة بالتجويع والإبادة الجماعية، ولكن على مستوى الجانب العسكري هي لم تحقق أي شيء. لذلك أمريكا مدركة تماما أنه لا حل سوى إلى الرجوع إلى فعل التفاوض، وباعتقاده هي ستذهب مجبرة إلى إملاءات المقاومة يعني مرة أخرى كما حدث في المرة الأولى. ينضم إلينا الأرشمندريت عبد الله يوليو من دير الروم الملكيين الكاثوليك في فلسطين المحتلة، مرحبا بك نيافة الأرشمندريت. يعني لعله بعد ما قاله البابا فرانسيس الأول عن أسفه لمقتل امرأتين في رعية في غزة تابعة لكنيسة كاثوليكية، وهي بطبيعة الحال الوحيدة في المدينة، معه يدخل الإجرام الصهيوني وهذا الإرهاب ضد المدنيين العزل جولة جديدة وصورة أخرى من صور إرهابه ضد المدنيين العزل. ما الذي يمكن قوله إزاء هذا المشهد؟ مساء الخير للجميع، وتراحم على الشهداء جميعا في غزة الحبيبة وفي كل مدينة وقرية من فلسطين الحبيبة. طبعا هنالك اعتداء آخر وهنالك إعدام لسيدة مع بنتها الصغيرة في غزة عند الكنيسة، ولكن نحن يعني أمامنا هذا المشهد من المجازر المستمرة. هنالك إبادة شعب كامله أو محاولة تهجير هذا الشعب، شعبنا العزيز الذي هو العازل، هو الشعب المظلوم والشعب المسلوب، كما تغني سيدة فيروز: من قتل كل نبي قتل الليلة الشعبي. وشعبنا الفلسطيني يقتل في غزة وفي كل مدينة وقرية في فلسطين في كل مخيم. فأنا أستغرب وأتعجب ليس من ما تقوم به إسرائيل. إسرائيل نحن نعرفها، هي تريد الأرض بدون شعب، وأعتقد ذلك ليس فقط محاولة تهجير شعبنا أو إباتة شعبنا. هنالك لماذا إسرائيل ليس المرة الأولى أيضا تستهدف الكنائس والمؤسسات المسيحية، لأن هي تريد أن تطلق هنالك تحديد للمرجعيات المسيحية: دعوكم خارج الصراع. هنالك مخطط مخيف يستهدف تهجير المسيحية ويتمارون مع المسيحيين وكأنهم لا علاقة لهم بهذا الوطن. نحن جزء أصيل من الشعب العربي الفلسطيني هنا ومن أمة العرب والإسلام في كل منطقتنا العربية. بالتالي أنا آسف جدا لما يجري. فأيضا رغم الكلمات بقصد البابا والمرجعيات المسيحية في الغرب، لكن صوت المسيحيين في الغرب صوت ضعيف خجول، والصوت طالع يعني حتى الصوت العربي خجول. هنالك قرارات اتخذت في قمة العربية والإسلامية، وأين التنفيذ؟ من يغلق معبر رفح؟ فهنالك تساؤلات كثيرة. أنا رجل الدين قدر المستطاع أحاول أن أكون رجل الله ونكون صوت الذين لا صوت لهم. وبطبيعة الحال هذه الاعتداءات الإسرائيلية يعني لا تقتصر اليوم، في حال كانت تقتصر في المشهد في غزة، إنما أيضا ضمن هذه الحرب العقائدية الدينية التي تقودها إسرائيل ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، ضد المعالم الدينية في القدس في محيطها في بيت لحم في المسجد الأقصى وباحاته. ولعل هذه صرخة ونداء يجب أن يصدح في كل أرجاء العالم لتسليط الضوء على هذه الإجراءات وهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية
للتقسيم الزماني والمكاني للمقدسات ولل يعني ضرب كل ملامح الديانات السماوية خدمة لهذا المشروع الصهيوني. طبعا المشروع كيان الاحتلال وهو من قديم الزمان وجاي، يعني الاحتلال يريد الأرض بدون الشعب، بالتالي ليس ويريدون أيضا يحولوا هذا الصراع إلى صراع ديني، ولكن يعني هذا الصراع سياسي، لكن هنالك يستغل الدين. فبالتالي أنا أعتقد هنالك المحاولة من خلال إبادة الشعب أو تهجير الشعب، الاحتلال يريد يستولي على الأرض بدون الشعب، لا يريد الاحتلال شعبا عربيا في فلسطين. ونحن المرابطون هنا، من هو المرابط لدى المقدسات الإسلامية أو المسيحية؟ نحن المرابطون هنا، ويجب علينا أن ندافع مقدساتنا وشعبنا، لأن المؤسسات الدينية، المزارات، الأماكن المقدسة بكاملها إن كانت مسيحية أو إسلامية بدون الشعب العربي هنا تتحول إلى مجرد متاحف. هون الخوف. وكما قلت لك من جديد، أنا استغرب وتعجب لماذا هذا الصمت، لماذا من هو صامت اليوم والشريك شريك في الجريمة. ولكن أنا على يقين بأننا ونحن الأشواك على الأبواب أيضا عيد الميلاد، هنالك كما دائما أود إلى السيدة فيروز التي تعبر عن مأساة الميلاد الفلسطيني، والطفل في المغارة أمه مريم وجانية للأطفال بدون منازل لمن تشرد وإلى آخره. بالنسبة إلينا هنالك شعبنا المظلوم دعوته مستجابة عند رب العالمين، وإن شاء الله سينتهي هذا الليل الطويل بفجر جديد. بعد هذا الاعتداء الليلة الماضية سبقه في المستشفى المعمداني، وكان هناك أيضا ضرب لمحيط كنيسة أخرى في غزة جراء هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية، هل من خطوات على المستوى الروحي على المستوى الكنسي لرفع الصوت بوجه هذه الاعتداءات لتشكيل آلة ضغط معينة في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني انطلاقا من الدفاع عن حرمة المقدسات لديكم؟ أنا أتمنى المزيد من التوحيد، الصوت، الخطاب والصف، هنالك داخليا نحن جميعا إن كنا من المسلمين ومن المسيحيين، من الرعاة المسيحيين أو من المرجعيات الإسلامية، نحن نمثل شعبا واحدا، صحيح، كلنا ابناء نفس الأمة. وبالتالي أعتقد أتمنى أن يكون هنالك تشكيل مرجعية دينية عربية فيها المسلم وفيها المسيحي معا، لكي نكون أخويا بإيصال صوتنا إلى خارج فلسطين وخارج العالم العربي إلى الخارج. وأتمنى أن يجد هذا الصوت أدانا صاغية. هناك مخطط شيطاني يستمر، يجب علينا أن نوقف هذا المخطط. واضح. كل شيء أن يكون الوقف للمجازر، وثم وهذا مهم جدا أن ينال شعب الفلسطيني ما هو يصبي له كمانين المنشودة الدولة المستقلة ذات السيادة. الأرشمندريت عبد الله يوليو من دير الروم الملكيين الكاثوليك حدثنا عبر الهاتف من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. العودة إليك دكتور عماد، يعني مع التوالي العمليات المقاومة ضد القواعد الأمريكية سواء في العراق أو حتى في سوريا ووصولها عتبة 100 اعتداء منذ 7 يوليو، يعني لعل الولايات المتحدة لا تريد الانخراط في صراع عسكري مع محور المقاومة مباشر، إنما كانت تريد الحضور بشكل ردعي للحؤول دون أي مساس بإسرائيل وحمايتها ضمن النطاقات التي تحضر بها، وآخرها في حتى البحر الأحمر مع التحضير لما يتحدث عنه الأمريكي بجولة قتال جديدة ضد الحوثيين تحت عنوان حارس الازدهار كما المعلومات الأولى ترد حول ذلك. اليوم هذا الحضور الأمريكي يأتي في خضم كل هذه الانتكاسات الأمريكية على مستوى النظام الدولي العالم الدولي الأوسع، وبالتالي هذه الأحادية القطبية التي تمثلها الولايات المتحدة مع ضرب التوازنات الإقليمية والدولية للعديد من الدول التي تنادي بتعددية
بتعددية القطبية في النظام الدولي الجديد، من أي منظار تراقب وتتحرك الولايات المتحدة ربطا بما أفرزته طوفان الأقصى؟ الولايات المتحدة الأمريكية حاولت منذ بداية عملية طوفان الأقصى أن تلعب دور الحامي للعدو الصهيوني أو الكيان القائم في فلسطين بتقديم المساعدات العسكرية السياسية وحتى الضخ الإعلامي والدبلوماسي، لكن كل المحاولات فشلت. الجيش الصهيوني لم يستطع تحقيق أهدافه، بداية في العملية الجوية انتقالا إلى العملية الأرضية. في العملية البرية كما نعلم جميعا وتابعنا، جاء الأمريكيين على الأرض بالتخطيط والنصائح، وسمعنا نصائح قدمها الأمريكيون لجيش الاحتلال حول آليات الدخول واستخدام تقنيات معينة وتكتيكات معينة، مستفيدين من الدروس التي عاشها الأمريكيون في العراق وفي أفغانستان. أيضا ذلك لم يجدي، ما زالت المقاومة صاحبة اليد العليا. خارج فلسطين هناك تصاعد في العمليات، سواء العمليات الموجهة ضد القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، وهذه قد لا تكون يعني بالمستوى الذي يهدد الوجود الأمريكي في هذين البلدين، لكنها بالتأكيد تشير إلى أن محور المقاومة يمتلك خيارات ما زالت موجودة وهو قادر على استخدامها في الوقت الذي يراه مناسبا. جبهة الشمال الفلسطيني والجنوب اللبناني جبهة قائمة مستمرة لا تتوقف، ترتقي بأدائها بحسب الحدث، تشعر أن هناك في انتظام أو تناسق وانسجام ما بين ما يحدث في جنوب لبنان وما يحدث في غزة من تصعيد أو زيادة أو تخفيف في عدد العمليات. اليوم هناك عمليات نوعية تجاوزت مسافة 4 كيلومتر من الحدود اللبنانية باتجاه مستوطنة المقاومة على أراضي زعزعة. والأهم اليوم هو ما قامت به القوات المسلحة اليمنية في منطقة البحر الأحمر، حتى إذا أعتقد أنها لا تعني اليمنيين كثيرا، لأن اليمنيين تعرضوا على مدى سنوات للغارات الجوية المستمرة لم تؤثر بهم، هم قادرين على الحركة ضمن الجغرافيا، يمتلكون التسليح المناسب. أضف إلى ذلك أنه حقيقة الصور التي يعني تظهر على الشاشة الآن للاستيلاء على السفينة من قبل الجيش اليمني، هذه الصورة لا داعي للتكرار. يعني إذا كان الولايات المتحدة ترغب أو إذا كانت ترغب بالوجود في البحر وإجراء القيام بعمليات ضد القوات المسلحة البحر، القوات المسلحة اليمنية لجأت إلى خيار الصواريخ البحرية المناسبة. وكما نعلم خلال الأيام الماضية هناك أكثر من 3 عمليات لتعطيل السفن مما فعل شركة ميرسك وهي أكبر شركة نقل حاويات العالم إلى إيقاف أو تعليق نشاطها في البحر الأحمر. إذن محور المقاومة متماسك، الولايات المتحدة تبحث عن حلول لتحفظ موقعها كقطب عالمي أوحد، لأنها تتعرض لهزائم متتالية. هناك عندما تقف المقاومة الفلسطينية في غزة 75 يوم أمام هذا العدوان المدعوم غربيا، هذه هزيمة بغض النظر عن حجم الدمار، فلم تحقق أهدافا عسكرية. لا تجرؤ على التعرض لجنوب اللبناني وللمقاومة اللبنانية وتكتفي بردود جراحية ومحدودة على مدى 75 يوم، هذا هزيمة. عندما يذهب اليمنيون لكي يهددوا ويوقفوا الملاحة لشركات كبرى عالمية في البحر الأحمر وأنت تحتاج إلى أسابيع لتأخذ قرار، هذه هزيمة. الولايات المتحدة تراكم هزائم في المنطقة وهي تبحث اليوم عن نصر ما، أي نوع من النصر. اقصف باليمن قد نشاهد صور تشبه ما يحدث في غزة، تدمير منازل، تدمير بنية تحتية، لكن ذلك لم يمنع اليمنيين كما لم يمنع الفلسطينيين من الأخذ بحقهم وتعريض العدو للخسائر. إذن نحن أمام صورة معقدة من الجليل، لا يوجد أي خيار أمام الولايات المتحدة الأمريكية أمام العدو الصهيوني إلا الخضوع لشروط المقاومة. عندما نتحدث عن شروط المقاومة، بالمقدمة تأتي المقاومة في غزة، لكن الشروط هي شروط المحور. شروط المحور
اليوم ايه الشروط التي يجب التي ستفرض اليوم او غدا او بعد غد على الولايات المتحده الامريكيه والعدو السوري. قبل أن نختم هذه الساعة وننتقل على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة في الظهيرة، سنكون مع زميل عباس الصباغ وهذه الفعالية من مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، التفاصيل معك عباس. وباسم قيادة حزب الله تحية لك ولمشاهدي المدينة الأكارم. في هذه الأثناء تقام هنا في مخيم برج البراجنة للاجئين فلسطين للاجئين الفلسطينيين وقفة تضامنية مع المقاومة، وقفة تضمها حركة الجهاد الإسلامي في هذه الأثناء. طبعا كان هناك استعراض لعناصر التعبئة من حركة الجهاد الإسلامي وأداء القصف قصف يعني الاستمرار في المقاومة حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين من البحر إلى النهر. في هذه الأثناء تلقى كلمة حزب الله يلقيها عضو المجلس السياسي حسن حطوش، وعلى أن تختتم هذه الفعالية بكلمة لحركة الجهاد الإسلامي، وطبعا سيتخلل ذلك احراق العلمين الامريكي والاسرائيلي. يعني هذه الاحتفاليه الحاشده التي تقام في هذه الاثناء في مخيم برج البراجنة لحركه الاسلامي للتاكيد على استمرار المقاومه، وبان الرد الوحيد على الاعتداءات وعلى العدوان الاسرائيلي المستمر على غزه هو بالمقاومه، ولا سبيل غير المقاومه لمقارعه العدو الاسرائيلي واجباره على وقف مجازره بحق الشعب الفلسطيني. نعم. شكرا لك عباس الصباغ من مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، والشكر أيضا لكل من السيدة نيفين أبو رحمون الخبيرة بالشؤون السياسية، شاركتنا هذه الساعة من الجليل، والدكتور عماد الحطبة الكاتب والخبير بالشؤون السياسية من العاصمة الأردنية عمان. دقائق قليلة ونكون إياكم على رأس الساعة مع نشرة الظهيرة، إلى اللقاء. محمد ربنا غير